من ضمن الأسئلة، أنا مشتغل مترجمة ومرتبي تقريبا من 2000 ل 2000 ونص، ولكن للأسف ده مش مكفيني خالص وبفكر أعمل كارير شيفت. هل ده كويس؟ خاصة أني بحب الترجمة جدا ومش عارزة أشتغل أي حاجة تانية غير الترجمة. يعني المشكلة إن مجال الترجمة والمجالات دي، يعني أنا آسف، بس الـ AI والذكاء الاصطناعي والحاجات دي بقى بياخد مساحة كبيرة جدا في شغل الترجمة والحاجات دي، وبكواليتي عالي جدا وبسرعة وبدون فلوس وحاجة يعني. فخلي بالك انت تشتغلي في الحته دي تمام وكل حاجه، ولكن يعني اي ريكومند انك فعلا تشتغلي مجال التدريس اونلاين، او تشتغلي في مجال التدريس باللغه الانجليزيه، او تعملي شيفتنج لاي حاجه تانية. لان مجال الترجمه انا مقدر جدا ان ده شغفك وبتحبيه كل حاجه، ولكن في الوقت الحالي بقى مجال ضغط جدا وعليه مرتبه قليل جدا، وفي نفس الوقت يعني مع الذكاء الاصطناعي والحاجات دي اخشى انه فرصك هتقل مع الوقت. فاحنا من دلوقتي نسبق نشوف حاجة تانية، او ان احنا نستخدم لغتنا والترجمة دي في وظائف تانية، فممكن نستغلها في اكتر من حاجة خاصة باللغة عشان نقدر نستخدمها. مش بقول لك اعملي كارير شيفت خالص، ولكن نحاول بس ان احنا نشوف موضوع تاني. ممكن كمان تتجهي لموضوع التدريس اونلاين، هتشغلي اكتر من حاجة انت بتحبيها. بالتوفيق.